African Woman. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس كله. جعنا لكم في African Women اليوم. African Women هي African 100% Tunisian Women et c'est une fierté pour la Tunisie. سعادة جدا اليوم تكون حاضرة بحضينا مدام بسمة الحميدي، منظمة معارض وصالونات إفريقية وعربية ناشطة على مستوى القارة الإفريقية وكذلك على مستوى الشرق الأوسط. مدام بسمة الحميدي أهلا وسهلا بك، مرحبا. صباح الخير على السلامة. صباح النور، مرحبا بك. اليوم جيتنا وجيتنا avec la bonne nouvelle pour ces deux salons. ان شاء الله باش يكون فما موعد للانترناشنال اكزيبيشن اوف لوجيستكس اند ترانسبورت من 25 ل 28 جوان ان شاء الله في الكرم، اي اوسي بيترو افريكا تونيجيا 2024 كيف كيف من بين 25 و 28 جوان 2024. خليني قبل كل شيء ما ندخلوا في التفاصيل نتاع لي دو فوار هذوما، كونت اون بارل باش نكون صريحه برشا معاك، كونت اون بارل دي زورغانيزاسيون نتاع معارض كبيره على المستوى الدولي On a tendance نحكيو على الشركات الكبيره ويكونوا فيهم رجال اكثر منهم من اللي يكونوا نساء. هل صحيح الكلام هذا؟ است كو فوز ايت بارمي لي رار بيرسون ان طون كو فام ناشطين في المجال هذا على المستوى القاري ومستوى العالم العربي، والا بدينا نتحسنوا ولا فما سيغتان اكيليبر؟ لا بالكل، بالعكس المراه موجوده بارتو. المراه elle organise le salon، المراه elle est l'imprimeur، elle est le designer، l'architecte، mais elle se trouve derrière l'écran. En fait si on compare la Tunisie par rapport aux pays africains africaines ou elle a fait la région MENA 10 ans la Tunisie merde achouat كبيره elle fait l'organisation des foires les femmes surtout خاطر احنا نساء موجودين وعندنا برشا شركات gérées par des femmes mais à la خاطر المعارض في الكوميرسيال la femme elle pourra amener des exposants لكن ما وقت لي بريباراتيف على خاطر في لي بريباراتيف يظهر الراجل. دونك لي جون فوا كو لوم سي لوي كي دومين لو ميتي. انا جو سوي ان سور ان بروجي كي سابيل وومن ليدرشيب ان ايفنت اندستري. دونك جو ترافاي سور سو فولي سا في 3 ans. جو سوي ان تران دو لو ترافاي افيك ان اسوسياسيون امريكان او ديجا اكتشفت او جو سوي ان تران انكور دو ديكوفرير اللي المراه موجوده بنسبه كبيره 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 كبيره. اورغانيزي ان سالون با اينيكمون لو سالون او لوي ميم، il y a toute une industrie derrière. Il y a la femme l'architecte, le designer, il y a la femme imprimeur, il y a la femme transitaire, il y a la femme dans l'hôtel, tout le maïs, c'est toute une chaîne. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ça. Donc, اليوم شنو اكبر لي تشالنج معناتها مش ان طونك فام لي ان طونك اورغانيزاتريس دو ديفيرون سالون في القاره الافريقيه بالتحديد، خاطر نعرفوا من بلاد لبلاد الوضعيه تفرق، الوضعيه السياسيه لا سيكوريتي معناتها ني با توجور او رونديفو معناتها باختلاف البلدان، بالرغم انه يكونوا فما دي زوبورتينيتي زاد موجودين غاديكا. دونك كومون فو جيري سا ان طونك اورغانيزاتريس دي اكسبوزيسيون اي دي ايفينمون سور لو كونتينون افريكان؟ il y a beaucoup de challenges donc comme il y a des opportunités les challenges ساعات كي باش تعمل معرض ايور اون افريك يا اما تكون انت بروحك موجود وعندك لا بواط نتاعك حتى حد لا يتدخل فيك، فوز ات ان بواط ريزيدونت اي فو ترافايي سولون لا لوا دو سو بي، واذا كان ما عندكش ان سوسيتي فوز ات ابلي ا افوار ان بارتنير. افوار ان بارتنير بريفي سي افوار لو ريسك، il faut savoir qui avec qui vous travaillez. وصلنا برشا مشاكل صاروا لنا، لكن travailler avec un organisme ou une association qui appartient à un état. Il y a pas mal d'associations qui appartiennent à la chambre de commerce ou bien l'état en lui-même, ça garantit une crédibilité et ça garantit aussi une flexibilité et aussi pour nous la garantie باش تهز عباد متاكد اللي انت باش تصير المعرض. دي فوا مع شركات تعمل معرض توصل غاديك ما فما حتى شيء، لازمك تتنقل بروحك. دونك هذايا ان تري كرون تشالنج، واحنا بينا في انغولا صاروا لنا برشا ديكا. انا بيرسونيلمون سافرت برشا لانغولا، وصلت مشيت لو جور ميم ورجعت لو لوندومان بور سيني لو كونترا على خاطر يسكر عليك التليفون سي تري سامبل، ما عادش يجاوبك سي تري سامبل، ما يبعثلك حتى شيء سي تري سامبل، وانت تخدم على الريبيتاسيون تاعك، تخدم على كريديبيليتي، وتخدم على ان جروب اللي باش تهزو معاك، واللي باش تهزو معاك لازم باش تحضر له بلاتفورم. إلي بوكو دو challenge لكن توا avec l'expérience استنسنا être seul des fois que mal accompagné. Oui. C'est le bas الكلمه ليك. انا pour revenir à l'arcade la présence نتاع NCF les salons et foires en fait pour information hein. Le مدير العام CEO نتاع اكبر organisateur نتاع salon et foire actuellement في Middle East اللي هو Dubai World Trade Center هو امراه. C'est une dame de Singapour, Trixie. Mashallah, elle est en train de gérer Dubai World Trade Center, couche à l'IA, c'est extraordinaire. Donc,
في ألمانيا كيف كيف les grands salons la plupart du temps directeur général c'est une femme ولا على الأقل اللي هي بالفنت وكوميرسيال وكل شيء يعني c'est une activité اللي فيها موجودين موجودين برشا peut-être في أفريقيا على خاطر غادي نشوفوا مازالوا معناها على تان امبريونير لا بلوبار دي سالون على خاطر ما فماش وين تنظم المعرض بطريقه سولون لي نورم وحنا حتى كنا نفتخروا بالسباس اللي عندنا نتاع الكرم هذاك كان اللي هو بعد في الاخر بكل معناها هذول وقيت باش فما مجهود يتعمل ويحل باب القطاع الخاص القطاع الخاص انه ينفستي في حاجه كيما هكا اليوم فما سي رونتابل لاندستري نتاع السالون اي فور سي اون اندستري كي مربحه اللي يعرف يخدمها بروفيسيونيلمون مربحه وإذا كان ايفينمون كيما اللي هما يعملوا فيه خذاو قلم نيش قاعد يخدموا عليها اللي هي البترول ديفلوبمون تاع البترول سيكتور غازي خذاو بلدان اللي هما معاهم شركه في 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 المؤسسه بيدها نتاعهم ومن غاديك نطلقوا دونك في انغولا بترول في ليبيا بترول قطر بترول هذوما كلهم سي دي زكتيفيتي معناها حاجه ممتازه فكره حلوه خاطر ما تنجمش تغطي كل شيء معناها يلزمك فريمون برشا وقت وبرشا عباد وامكانيات رهيبه باش تولي معناها تنجم تنظم كل شيء تقعد ديما ان غرو ريسك كيما كانت تحكي هي معناها كون في بارتي لبرا فما عباد اللي ماكش متعوده تعمل معاهم فما تعرفش انهم التليفون يتسكر والحكايه هذوما الكل سافي بارتي من لا كولتور لا تراديسيون سافي بارتي من الاجواء دو لافونتور excellent. Donc, une fois que, inshallah, fin juin, j'ai, vous organisez le deux salons, two in one, Khalina Nkoulou, le Petro Africa Tunisia 2024, fil Krem, et aussi l'International Exhibition of Logistics and Transport, من 25 كذلك حتى 28. Donc, une question, Sarah, tout d'abord, est-ce que les deux foires, hadouma, j'ai, après avoir détecté des besoins, some needs, من عند l'entrepreneurs de Twinsa, ou elle a, les hommes d'affaires, ou elle a, j'ai, plutôt, بالنسبه ليك انت ان تانك اورغانيزاتريس افيك توت ليكيب قلت لي معناتها خلي العباد تنتوركي اكثر تشوف لي زوبورتونيتي اكثر معناتها فوزيت بارتي دو كيل باز ديجا احنا براتيكمون اون ترافاي توجور لي سالون بروفيسيونيل تري بوينتو سولون لو بيزوان دو بيي اكسيلون دونك احنا ما نختاروش ان تيماتيك من غير ما تكون مدروسه بالكدا احنا رانا نسافروا برشا برشا نكسبلور لي بيي ونمشوا مع لي غران اون فوا ما فماش حد خير من حد اون بورا اريفي او ستاد لا perfectionne. بالنسبه لبترو افريكا لو كونسيبت سيتي لو سالون دو لافريك كي بار دو لافريك فير لافريك. دونك سي ان سالون انسيان دونك اون لا ديفلوبي وتفاهمنا مع ليبيا باش يكون عام في تونس وعام في ليبيا وبعد عام في نيجيريا. دونك اون ا في تو سو سيركوي لا اون ا تروفي ان تري غراند فليكسيبيليتي دو لا بار دو نو بارتنير ليبيان على خاطر احنا اون اي ليكسبيريونس دو ترافايي لي سالون قبل الثوره حتى 2013 خدمنا برشا مع عرض بترول مع دي زونتربريز كبار في ليبيا دونك ونجحنا Donc, بعد كي عملنا في تونس, on avait deux salons. عام في تونس وعام في صفاقس. توا فما المعرض بترو افريكا اللي يافي ان اوتر سالون في لاسوسياسيون دو صفاقس. دونك كانت منظمه القطاع كان عام عندنا وعام عندهم دو كابيتال دو دو ديفيرون فولي. دونك السيكتور بترولي في تونس سي ان سيكتور دو او بي سي دانجينيرينغ دو بروكورمنت اي دو سيرفيس دونك الا بيزوان توجور دافوار ان سالون مي ما يتحملش يكون كل عام معرض بترول في تونس. هذاك علاش احنا اون افولي ليكسبورتي فيغ دوتر بيي بور افوار اون ماتوريتي. وقت يصير يمشي لبلاد اخرى ويعمل لا ماتوريتي دونك باش يرجع افيك ان روتور مش بضروره فلوس لكن ان جوين فنتشر اونتر دو زيكسبوزون يحل ابواب اخرى ميم لتونس بالنسبه للوجيستيكا افريكا اكسبو المعرض البترول سي لو بترول لو سيرفيس لو لير لا تير اي لا مير فون بارتي دي سيكتور بترولي سي ان سيرفيس ديدي اون ترانسبورت لو كاربيران اون ترانسبورت دونك لي زوتي دو فوراج اون اكسبورت تو كو سوا بار لا تير لا مير او بيان بار لير دي فوا لهيدروجين vert et ces choses-là s'exportent avec des normes bien déterminées. Donc, ahna, on s'est dit, on a beaucoup de sociétés les huma ichirku fil pétrole. Pourquoi pas, amal na sondage avec la zone portière, avant de partir en Libye, l'idée, elle a commencé. Donc, on avait un très bon, de très bons échos. Le Jazeer a un très grand salon de logistique, la France, l'Espagne, le Saoudi, le Qatar, il y a beaucoup d'événements spécialisés. Ou ahna, ça ne manque pas ça. On a beaucoup de sociétés qui fnarki à la service, il y a beaucoup
de sociétés qui font la digitalisation du secteur pétrolier, du secteur logistique et transport. Donc, on a développé cette activité, mais je t'apprends le bébé de Petro Africa. Donc, il y a des gens qui ont été mis en train de se faire. Oui, c'est vrai, parce que c'est lié qui m'a compté une petite taquille. Merci, Madame Basma Ahmedi, à l'altafasil. Vous êtes aussi une organisatrice depuis des années des foires et des expositions في القارة الأفريقية وكذلك في الشرق الأوسط والعالم العربي. Bon vent pour Petro Africa et bon vent aussi pour Logistica Africa Expo. Inch'Allah يكون عنا موعد معكم زيدا نحن في السالون Express FM ونكونوا حاضرين. شكرا لك سيدة الكريمة, يعطيك صحة. Merci beaucoup سيريدا, merci beaucoup, يعطيك صحة. كل مسامعين مسامعاتك العادة, إنش'Allah يكونوا زبنا للظفر أكيد برابور الحاجات اللي مستنى فيهم البرنامج متاعهم. أكيد جدا. سيرين كنت معنا في الإخراج, سليم في الإخراج الرقمي, كنت معكم ندى منصور من قدام الميكرو. نحن نتقابلوا نهار الاثنين في كارير من ما 3 لما 3 ونص. ديسي لا بروني سون دو فو, باي باي وبسلامة.